خلاص شنو؟ عمي الاكراد اخوتنا وما يفرق لا مسعود ولا حكومه ولا غيره وكليتنا اخوه وهاي نتائج وهاي نتائج الحرب شوفوا هاي نتائج الحرب يعني عقب الاكل احنا هو احنا نفس الشيء انا وقع بديكم نفس الشيء وهاي نتائج الحرب الحكومات من يوقع بيها والله بس الفقير الناس الفقير هذا جاي على راسه وعلى عيشته والله. احنا نوقع بيها ما يوقع بيها لا مسعود ولا غير مسعود الله يستر عليه ويقومه بالسلامه عليكم ورحمة الله وبركاته احد محاور جهاز مكافحة الارهاب يؤثر على اصل ليش ويقوم باقناعهم الى بيوتهم شو تقول لك ورقة ذهبية؟ والله بارك الله فيكم والله احنا ممنونين اخوان اخواننا واحنا قلنا بالواجب لولا انا والله انطيتوا اكل وكل شيء وبعدين ممنون ونروح للبيت الله وياكم الله وياكم بالسلامة شو تقول لك ورقة ذهبية؟ بارك الله فيكم ورحمة الله وبركاته ما مقصرين ويانا وندعي من سيد صاروخ برزاني اضحك يعتذر اعتذر على هاي الجماعة كافي احد ما فيش مرقع احنا كل يتناول يلا يلا بالسلامة بس في المدة بارك الله ياكم ابوي تعال سلام الحمد لله على السلامة على سلامتكم اخوي اللي الشرف عمي الله ياكم بالسلامة حتى هذا الجيش العراقي يعرفون شلون الجيش العراقي احل احنا يا ابو احل احنا اهل وان شاء الله ما اخبرك